فخامة الرئيس، يعني أنتم الآن الرئيس المسيحي الوحيد على رأس دولة عربية. هل بصراحة مسيحي الشرق في خطر؟ هل تشعرون أن مسيحي المنطقة يتعرضون لخطر؟ لا، يعيشون الخطر. يعيشون الخطر. يعيشون الخطر، وقد هاجر قسم كبير منهم من العراق، تقريبا هاجر النصف، ومن سوريا لا نعلم العدد حاليا، ولكن إذا نشوف حلب لأنه الكل هاجروا منها، يعني من 5-6 ملايين صاروا شي 1.5 مليون، مليونين. كيف سيحاول الرئيس ميشيل عون وهو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة العربية أن يعني يخفف من وطأة هذا الخطر؟ طبعا يجب أن يستفيق، إذا في ضمير عالمي يجب أن يستفيق هذا الضمير، أنه يحسبون الحيتان البيض يلي عم يمنعوا صيدهم، أنه يجب استفاقة الضمير العالمي، لأن نحن حضارة أساسية في الشرق. كيف فيك تتصوري أنت أنه كما يحدث في فلسطين مثلا، فيك تتصوري أنه القدس بدون المعالم المسيحية والإسلامية؟ طيب وين المسيحية تبع فلسطين؟ المواطنين كانوا بفلسطين، وين الهوية الفلسطينية التي تحفظهم؟ ما هيدي كمان جزء من المشكلة، هي اللي أسست لكل المشاكل الأخرى. كلنا بنعرف أنه التكفيريين هن ضد الإسلام أيضا، ما هن ضد المسيحية فقط، كل من لا يشاركهم التفكير التكفيري فهو كافر. فإذا المسيحيين لا، بالعكس عندهم عطف شوي من التكفيريين، لأنهم يدعون أنه هن من أهل الكتاب وما بيضطهدون، كانوا يخيرون بين الأسلمة وبين دفع الجزية. وإذا ما في دفع جزية ولو في أسلمة، كانوا قسم يقتلون وقسم يهجرون. فإذا أما الآخرين، إذا السني ما أعلن المبايعة للأمير كان يقتل، الشيعي حكما يقتل، الدرزي حكما يقتل. نادرا ما كان يعفى عن الناس لا يشاركونهم فكرهم نحن نسميه التكفيري، وهو كذلك.